التواصل يستمر مشاهدين الكرام ومتابعينا الأعزاء، وهكذا تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الثالث الذي خصص للإبكار. انطلاقة موفقة نتمناها لكل المشاركين. نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهنا على المقدمة اللبسة راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي على مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني من الدانة خليفة بن علي بن حمد العطية يأتي على المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث وفي ثالث المراكز العفريت سهيل بن حمد بن دري الفلاحي يأتي على المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع وفي رابع المراكز هنا الوصول من قبل النويعس لغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري على مستوى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هادي مبعد لحميد بن سلطان بالكديدة مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس اللي وصلت الان هذه هي باروت لسالم بن احمد بن دري الفلاحي، وصل الان شعار الشبل على مستوى المركز السادس، بينما نتاخر قليلا يا الليبي لنتابع المركز السابع، وهنا الوصول على سابع المراكز هنا القادمه في هذه اللحظات. هذه الان غمه ومن بغى الغمه يسجل حضور هذا محمد بن عبيد بن يميع السبوسي من يقدم لنا غمه على المركز السابع، بينما في المركز الثامن وصلت الان ثمينة لحمد بن سالم بن حمد العامري ياتي على المركز الثامن، بينما في المركز التاسع وصلت شواهين بطيب بن سالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما في عاشر المراكز هذه وصلت الان وتقدمت العزوم محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يتقدم على المركز العاشر. هذه النتيجه، هكذا ندائنا للمراكز الاولى المتقدمه التي تبحث عن الانجاز من خلال هذه المنافسه، لكن العوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول الى راس حربة هذا الشوط، وهذه الباروت، هذه الباروت اللي تبحث عن الانجاز بشعار غالي على قلوب الجميع، شعار حط له قاعده جماهيريه منذ ايام الشبله، يتقدم على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول سالم بن حمد بن دري الفلاحي، احد ايضا اشهر المضمرين، احد اشهر الملاك الممثلين لمدينة العين في المنافسات في التحديات الغوية اللي شاهدنا له منافسة في العام الماضي، انتزع البندقيات من ميدان الوثبة. الله شو الجاهزية يا بن دري في هذا الموسم، الجماهير تتغنى مع هذا الشعار، تتغنى الجماهير والمنشدين والشعراء يترقبون انجازاته بطولاته على المقدمة الأولى. الشبل الفلاحي يعلن عن غمة الجاهزية، بينما في المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز في هذه اللحظة، والقدوم من قبل مشاهدين الكرام اللبسة راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، بينما في المركز الثالث نتابع العفريت لسهيل بن حمد بن دري الفلاحي، كذلك ابو سعيد ياتي على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نرى القدوم هنا من شعار غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري مع النويعس اللي تتقدم الى المركز الرابع. المركز الخامس المركز الخامس هنا الوصول من ثمينة لحمد بن سالم بن حمد بن أيضا العامري، يأتينا على المركز الخامس
الفارس 1200 1200 ايها الاخوة المضمرين 1200 عن خط النهاية، وهنا تجاوز وعيال بن دري في مسيرة بالانجازات وبالبطولات على مقدمة الشوط. سالم وسهيل هنا من يقودون زمام الامور الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. باروت على الصدارة وتسللت الى من الجانب الاخر العفريت 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 من تسللت الان واخذت المقدمة لسهيل بن حمد بن دري الفلاحي، بينما الباروت لسالم بن حمد بن دري الفلاحي. روح 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 روح، بينما نراقب هنا القادمة في هذه اللحظات ثمينة حمد بن سالم بن حمد العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وين الشوط وين وين الشوط وين وين التحدي وين؟ بدأت المنافسة بدأت المنافسة بدأت الإثارة بدأت التحديات، بينما انضمت إلينا أرام حمد بن مبارك بن عدعيد العامري. وصل في هذه اللحظات وصل في هذه الانطلاقة الرائعة، ولكن غيرت إلى مقدمة الشوط راهية عيد بن سالم بن عيد المهيري اللي ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظة تسللت خذت المقدمة خذت المركز الأول. سلام يا عيد يا بن سالم يا بن عيد المهيري على فوز راهية وتسلل راهية وانطلاق راهية لناموسي هذا الشوط. انتزعت شوطنا الثالث انتزعت شوطنا الثالث، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظة وصولها إلى خط النهاية، المركز الثاني المركز الثاني وصلت أيضا على ثاني المراكز اللي هي ثمينة حمد بن سالم بن حمد العامري، المركز الثالث وصلت أرام حمد بن مبارك بن عفعيث العامري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول.